طرابلس إن العاصمة ليبيا قد تحررت، وأشار إلى أنه تقرر أن تتوحد كل فصائل الثوار تحت لواء المجلس العسكري في طرابلس. نعلن بكل فخر تحرير عاصمة الوطن، وأن ليبيا اليوم صارت حرة أبية، وأن حكم الطغيان وعهد الاستبداد صار خلف ظهورنا. ونؤكد على آمال وتطلعات شعبنا الليبي في حياة حرة كريمة، ودولة تمثل قيم شعبها، تحترم فيها حقوق الإنسان، وتسود فيها العدالة الاجتماعية والشفافية واستقلالية القضاء والفصل بين السلطات. وعليه فإن المجلس العسكري لمدينة طرابلس يعلن أولا انصهار كافة كتائب الثوار في طرابلس في كيان واحد تحت قيادة المجلس العسكري لمدينة طرابلس. ثانيا تركيز الجهود نحو تطهير مناطق العاصمة وتحريرها مما تبقى من جيوب المرتزقة وفلول الكتائب المنهارة. ثالثا وضع استراتيجية وخطة أمنية متكاملة لتأمين عاصمتنا لإحلال الأمن واستعادة الحياة الطبيعية وحماية مؤسسات الدولة والهيئات الدبلوماسية والأجنبية. رابعا يعلن المجلس العسكري عن عزمه حل أو انضمام كافة تشكيلات الثوار إلى مؤسسات الدولة المعنية بعد استتباب الأمن وانتهاء المرحلة الانتقالية وتشكيل الجيش الوطني وأجهزة الأمن. هذا وقال مراسل الجزيرة في تونس إن الثوار تمكنوا من السيطرة على معبر راس جدير بين ليبيا وتونس. من جهة أخرى قال الاتحاد الأفريقي إنه لن يعترف بالمجلس الانتقالي ما دام القتال مستمرا، ودعا الاتحاد عقب اجتماع له في أديس أبابا إلى تشكيل حكومة انتقالية تشمل الجميع بما فيهم أنصار القذافي. من جهة أخرى أكد محمود جبريل رئيس المكتب التنفيذي في المجلس الوطني الانتقالي أكد على أهمية الحصول على الأرصدة الليبية المجمدة في أسرع وقت ممكن. سباق مع الزمن وسعي من ثوار ليبيا لحسم الموقف نهائيا على الجبهتين العسكرية والسياسية. فبعد أسبوع من الانتصارات المتتالية توجت بالسيطرة على العاصمة وباب العزيزية، صوب الثوار عينهم نحو سرت مسقط رأس القذافي وأخرى على مدينة سبها. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. معركة سرت تسير في اتجاهين، محادثات مع أنصار القذافي للاستسلام، وقصف من النيتو باتجاه أهداف حيوية من بينها مقر كبير للقيادة تحت الأرض. أما سبها فتحدث الثوار عن معارك ضارية يخوضونها منذ الأربعاء أسفرت عن مقتل عدد كبير من القتلى خلال محاولتهم السيطرة على مبنى الاستخبارات، وقد تمكنوا من ذلك بالفعل وبسطوا نفوذهم في عدة أحياء رئيسة. ثوار ليبيا أعلنوا سيطرتهم الكاملة على العاصمة طرابلس وتوحيد جميع الفصائل المسلحة تحت راية المجلس العسكري. الحراك السياسي لا يقل في زخمه وقوته عن أصوات المدافع، فالاتحاد الأفريقي الذي تداعى أعضاؤه لقمة في أديس أبابا خرج باعتراف 20 دولة منه بالمجلس الانتقالي بصورة فردية، وهو نصاب يقل عن نصف أعضائه. استمرار القتال هو حجة الاتحاد في عدم الاعتراف رسميا بثوار ليبيا وما حققوه من مكاسب، بل ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك بدعوة إلى حكومة تلم شمل الجميع لمن فيهم أنصار القذافي. وفي إطار تحركاته فإن المجلس الانتقالي الذي بدأ تسيير أعماله في العاصمة يستحث الخطى نحو شغل مقعد ليبيا في الأمم المتحدة بعد الإخفاق في نيل اعتراف الأفارقة، كما أنه يخوض بالتوازي معركة أخرى، معركة الإفراج عن أرصدة البلاد المجمدة تعين على تبعات سقوط النظام. هذه الأموال أصبحت أكثر إلحاحا من منظور أن التوقعات بعد سقوط النظام ستكون توقعات كبيرة جدا، ونحن بصدد تشكيل حكومة انتقالية في الفترة القادمة. هذه الحكومة لن تكون ذات جدوى أو فاعلة ما لم تتوفر لديها الأموال لتوصيل وإيصال الخدمات للناس، مختلف أنواع احتياجات الناس لا بد أن تربى، خصوصا بعد فترة معاناة طويلة.
وقد بدت أولى تلك البشائر بموافقة الأمم المتحدة على الإفراج عن 1.5 مليار دولار من أموال الليبيين بعد اعتراض سابق من جنوب أفريقيا على طلب أمريكي بهذا الشأن. هي جبهات إذن يخوضها الثوار في أكثر من اتجاه على أمل أن ينهوا مشوارهم الذي بدأوه قبل 6 أشهر وهم عازمون على المضي فيه حتى النهاية. قال وزير الدفاع البريطاني ليام فوكس في لقاء خاص مع مراسل الجزيرة في لندن إن بريطانيا ستواصل جهودها لتعاقب بقايا نظام القذافي حتى القضاء عليهم، لكنه استبعد أن ترسل لندن قوات ميدانية إلى ليبيا. وأضاف فوكس أن الوضع في ليبيا يختلف عن العراق وأن الجميع تعلموا دروسا من التجربة العراقية. ليست لدينا أي نية لوضع قوات بريطانية على الأرض في ليبيا، لن أكون أكثر وضوحا من ذلك. في العراق مثلا كان من الأخطاء الجسيمة تفكيك حزب البعث وما ألحق ذلك من أثر على المنظومة الأمنية في البلاد. المجلس الوطني الانتقالي أعرب عن رغبته في الاستعانة بعناصر من المنظومة الحالية يشاطرونه رؤية بناء ليبيا حرة وديمقراطية. يبدو أن ظاهر باب العزيزية في مدينة طرابلس يختلف عن باطنه، فهو المكان الذي كان يوما حصنا منيعا للعقيد معمر القذافي، غير أنه أصبح تحت سيطرة الثوار. وقد نسجت قصص كثيرة حول باب العزيزية، بعضها قابل للتصديق وبعضها الآخر يحتوي على شيء من الخيال. مراسلنا في طرابلس محمد البقالي نزل إلى سرداب باب العزيزية ونقل المشهد. في ذاكرة الليبيين ارتبط هذا المكان بالخوف والغموض، والحقائق حوله اختلطت بالأساطير. الناس تتداول حوله قصصا تبينت صحة بعضها وتأكد زيف أخرى. دعونا نلقي نظرة. هذا ما كان يسميه القذافي بيت الصمود. لم يشأ القذافي أن يرممه، تركه على حاله منذ تعرضه عام 86 للقصف الأمريكي. أراده أن يكون رمزا للصمود الليبيين، وكذلك كان، لقد تحول إلى رمز لصمود الثوار. ظاهر باب العزيزية ليس كباطنها، باطنها فيه سراديب وأنفاق تناقضت بشأنها الروايات. دعونا نستكشف بعضا من هذه السراديب. الطريق إلى سراديب القذافي يمر عبر هذا السلم الحديدي. هذا الباب كان يغطي هذه المنطقة بحيث لم يكن أحد يدري عما يدور بالداخل وتحت باطن الأرض سوى ما كان يتم تناقله من بعض الروايات التي لم يكن الليبيون متأكدين من صحتها. الصمت والظلام صفتان لازمتا هذه السراديب التي لم يعرف عنها شيء. سراديب متشعبة أثارت الكثير من الخوف والرعب في المرحلة السابقة، الآن وقد اكتشفها الناس يكتشفونها بوجل وبخطوات وإذا لا يعرفون ماذا تخبئ لهم. وفق أرجح الروايات فإن هذه السيارة هي التي خرج فيها القذافي ليخطب في شعبه ويسأل من أنتم. المفارقة أن السيارة تبدو كما لو تعرضت لحادثة سير، فيما لا يعرف مصير صاحبها. للسراديب مخارج كثيرة لا يعرف عددها، البعض منها ينتهي إلى خارج المدينة على بعد بضع كيلومترات، والبعض الآخر ينتهي إلى داخل باب العزيزية كما هو الحال لهذا المخرج الذي انتهى بنا إلى أحد بيوت العقيد القذافي. بعيدا عن الخيمة كان الرجل يعيش حياة مختلفة تماما. بساطة الخيمة والبادية لا أثر لها هنا. هنا يبدو الرجل مقبلا على الحياة والسلطة يعب منهما عبا. ما لم يضر في حسبان صاحب المكان وهو يشيده أن يأتي يوم يدخل فيه الثوار إلى المكان دون خوف منه ولا من سلطانه، وأن يصبح هو مطاردا يفر من حكم شعبه على سنوات حكمه. محمد البقالي، الجزيرة، باب العزيزية، طرابلس. خرجت مسيرات حاشدة في صنعاء ومدن يمنية أخرى في الجمعة الأخيرة من رمضان تحت شعار جمعة بشائر النصر، وقد طالب المتظاهرون بالتصعيد الثوري السلمي وسرعة الحسم في اليمن. من جهته